بسم الله الاب والابن الروح القدس الواحد امين. المجد للاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الدهر دول كلها امين. سلام لكل اولادنا وبناتنا متابعين قناه تونهوس اوريك وكل الناس اللي معانا اللي بيتابعونا. مبسوطين جدا بمشاركتكم وبتشجيعكم لينا. هنحفظ النهارده مع بعضينا ختام صلوات اللي احنا بنصليه في اسبوع الالام. ختام الصلوات في كذا جمله في الكنيسه احنا بنصليها في ختام الصلوات، في للأهوية، في للزروع، وفي للمياه، دول ثلاثة. وعند ال 14 عيد سيدي اللي هم سبعة كبار وسبعة صغار كده 14 3 17. وفي عند العيد النيروز ادي كده كام؟ ادي كده 18 جملة بنصليها في الكنيسة على مدار السنة. 18 جملة بنصليها على مدار السنة. والجملة بتاعت الصوم الميلاد ادي كده 19 جملة. تمام. وعندي بقى بتوع الصوم الكبير اتنين، الايام والاحاد اتنين، يبقى 21 جملة ختام صلوات اللي احنا بنصليها في على مدار في الكنيسة عندنا. 21 جملة ختام صلاة بنصليها على مدار السنة كلها. كل حاجة طبعا ليها المناسبة بتاعتها. احنا النهاردة هنحفظ بتاعت اسبوع الالام. بتاعت اسبوع الالام بنصليها من اول الجناز اللي هو بعد حد الزعف، قداس حد الزعف يخلص ونلاقي ابونا بيصلي على الميه كده وبيصلي صلاه اسمها صلاه الجناز العام. تمام. وفي الاخر خالص بنقول بقى الختام بتاع اسبوع الالام ده لحد امتى؟ لحد القداس بتاع ليله ابو غلامسيس، يعني لمده اسبوع متطول. بعد كل بصخه بنختم نختم ختام الصلوات اللي هو امين الليل وزكسباتري، ونقول جمله ختام الصوم. ونصليها امتى تاني؟ في الجنازات، يعني اي جنازه في الكنيسه لازم نقول الجمله دي. خلاص معانا طبعا يوم الاحد عشان الجنازه يوم الاحد بنصلي سنه. تمام. فنقوله حسب الجمله تحت السنه. طبعا احنا هنقول امين الليل وزكسباتري ونوصل لتنقوش فولين جو اموس. الجمله بقى بتقول ايه؟ في اي طف اشف، في اي طف اشف ابيس طبروس اك اي خم خيم ام بساطا ناس صابي سيت ان نت شلفك. تاني. في اي طف اش ابس طبروس اك اي خم خيم ام بساطا ناس صابي سيت ان نت شلفك. كمان مره. في اي طف اش ابس طبروس اك اي خم خيم ام بساطا ناس صابي سيت ان نت شلفك. تمام. ما تنسوش احنا عندنا كام جمله؟ قلنا 14 عيد سيدي، وعندنا عيد النيروز وعيد الصليب كده كام؟ 16. وعندنا ما دي تبع برضه تتقال برضه في عيد الصليب، فاحنا مش هنحسبها تبع اسبوع الالام، لكن احنا حسبناها تبع الصليب. يبقى 14 دول 2 ادي 16، وجمله الميلاد ادي كام؟ 17. وجملتين بتوع الصوم الكبير وصوم نينوى والاحاد ادي كده كام؟ وصلنا لكام؟ 21. تمام. انا حاسس اني اتلخبطت، نقولهم تاني. ماشي. 14 بتوع الاعياد السيدية، والاثنين بتوع نيروز وعيد الصليب ادي كده 16. 16 وبتاعت الميلاد 17. 17 وبتاعت الصوم والكبير وصوم نينوى 2 الاحاد والايام كده 17 و2 يبقى 19. 19 اسف، انا قلت 21 في الاول، لا هم 19 ختام صلوات. تمام. بنصليهم على مدار السنه في الكنيسه. نسمع في اطب اش ابس طبروس اك ايخم خيم ام بساطا ناس صابي سيت ان نتشلفك. نسمع امين الليلويا زوك سابتري كي اجيب نغماتي كينين كي اي كي استوس ايون استون ايون امين تن اوشه فولن جو ام مجه او بن شايس ايسوس بخريستوس. كل ده احنا عارفينه وحافظينه. هنا الجمله بقى في ناس تسكت بقى عند الحته دي وتسكت مش عارفين يقولوا ايه. احنا بقى عايزين نبقى شاطرين ونبقى عارفين حسب المناسبه. نسمع في اي طف اش في اي بستافروس. كمان مره. في اي طف اش في اي بستافروس يلا مع بعضينا في اي طف اش في اي بستافروس اك اي خم خيم ام بساطا ناس اك اي خم خيم ام بساطا ناس صابي سيتن نت شالفك صابي سيتن نت شالفك. نسمع في اي طف اش في اي بستافروس
في طف اشف بستفروس اك اخم خيم ام بساتاناس صابي سيتن نتشالفك. نسمع من اول تنوشي فول تن اوشي فول ان جو ام موس جي اوبن تشويس ايسوس بي خريستوس في اتاف اشف بستفروس اك اخم خيم ام بساتاناس صابي سيتن نتشالف سوتي ام مونو نينان. ونكمل الجملة اللي احنا عارفينها كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه بلوغن سون امين اسمو ايروي اسمو ايروي ستيمي تانيا كوني ايفال جوين بي اسمو. نجيبها من الاول خالص معناتها ايه؟ ونصرخ قائلين يا ربنا يسوع المسيح اسحق الذي صلب على الصليب الذي صلب على الصليب اسحق الشيطان تحت اقدامنا. تمام نسمع مين الليل يا زنك سبت ريك ايوك اجيب نظماتي كنين كيوي كيستوس ايونا ستون ايونا امين تن اوشي فولن جوهموس جي اوبن شويس ايسوس بي خريستوس في اتواش ابيستافروس اك اخم خم ام بساتاناس صابي سيتن نتشالاف قصتي امونو وهنينان كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه ابلوغي سون امين اسمو ايروي اسمو ايروي استيمي تانيا كوني ايفالغو ام بي اسمو. تمام ما ننساش هما قلنا احنا كام 19 بس في ثلاثة اللي احنا قلنا عليهم بتاعة القهوية ادي كده 20 وفي المياه 21 وفي الزروع والعشب ادي كده ايه 22 يبقى قهوية ومياه وزروع كده يبقى احنا عندنا في الكنيسة في 22 جملة ختام صلوات 22 جملة ختام الصلوات. شكرا خالص لمتابعتكم سلام.